بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، آج ہم سیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد طلب کرنے کے لیے ان کلمات کو پڑھیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.